طب احكي لنا نوران كنت بتخرجي فين عشان حاسه ان نوران كانت طفله مرفهه هي ما شافتش اللي احنا شفناه عادي احكي لنا حبيبتي كده عن طفولتك لا يعني ما رحتش جنينه الحيوانات لا يعني كنت بروح لجدي وجدتي كنا نخرج نروح النادي نقعد شويه في النادي كنا نادي. مثلا كنا نسافر دايما المعموره العيد يا ناقص تلعبي سكواش وانت طفله عرفتي منين تلعبي سكواش ايوه نعم في العيد لا أيوة مرفهة في النادي بقى نوران مرفهة يا جماعة الموضوع مختلف ذكرياتك في العيد مش مناسبة معانا عشان كده لزقت زي طفولتنا